السلام عليكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم نرحب بكم في حلقه جديده من برنامج وقت اضافي وحلقه اليوم ستكون استثنائيه بمحورها بشكل عام وبضيفها المميز دائما وبكل تاكيد دعونا بدايه نبارك لنادي الصناعه الذي حقق الفوز اليوم وتاهل بشكل رسمي الى دورينا عوده بعد غياب ليس بقليل ثلاث او اربع سنوات غاب الصناعه هذا النادي الكبير نادي التاريخ اللي خرج كثير من النجوم عاد بشكل رسمي الى دورينا وايضا سننتظر من المجموعه الثانيه ما بين نوروز وعفك من سيتاهل وايضا سننتظر صاحب المركز الثالث بعد ان يلعب الثواني مباراتين يتحدد منها صاحب المركز الثالث وعلى طريقه بلاي اوف سيلاقي صاحب المركز 18 في دورين للتاهل واكتمال عدد المتاهلين الى الدوري الممتاز. حلقه اليوم حلقه استثنائيه كما تحدثنا مناسبه مهمه جدا وهي الذكرى الثانيه والخمسين لتاسيس نادي الزوراء، هذا النادي الكبير باسمه وبتاريخه وبانجازاته وبجماهيره. خلونا نشاهد هذا الفاصل ونبدا الوقت الاضافي. إذا ألف مبروك للأمة الزورائية لعشاق هذا النادي الكبير مبروك لكل اللاعبين نبدأ من كل من مثل النادي على مدى التاريخ الماضي من يمثل النادي حاليا من عمل في الإدارة من تولى رئاسة النادي مبروك لهذا الصرح الكبير نادي الزوراء رغم أنه السنوات الأخيرة خف بريق الزوراء نتحدث عن يعني أكثر نادي حقق الألقاب بالنسبة للدوري والكأس وبانتظار انه ان يكون مستقبل مختلف وهو طموح دائما طموح الانديه الكبيره يعني جمهوره ما يرضى دائما يرضى بالفوز واكيد ما يرضى الا بالالقاب. ايضا فاصل قصير ايضا كلمات صغيره معبره من لاعبي نادي الزوراء بهذه المناسبه نشاهد 52 عاما من الزعامه وكتابه التاريخ نحن الزوراء نحن التاريخ انجازاتنا ماضينا حاضرنا والمستقبل اذا ذكرتم التاريخ فقول النوارس خلقنا لنا برعد يشهد لنا وبطوله الكاس سجلت باسمه شعارنا هويتنا خيرنا سندنا سنبقى أوفياء والمجد للزوراء <applause> أهلا بكم مشاهدينا الكرام ودعونا نبدأ الوقت الاضافي لهذا اليوم مع ضيف مميز جدا وهو جزء مهم من تاريخ نادي الزوراء أنا شخصياً أه أه دائما اتمنى احاوره في يوم يكون في لقاء معين احب اشوف لقاءاته. الكابتن العزيز راضي نيشل مساك الله بالخير والحمد لله على سلامه شويه انت بعافيه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لحضرتك الاخوه خلف الكواليس والمشاهدين الكرام ونقول مبروك لنادي الصناعه عودت الى الدوري الممتاز واعتقد العوده تاخرت نوعا ما لان اللي ما يعرف نادي الصناعه هو جزء رئيسي من تاريخ الكرة العراقية يعني حتى في مكانه في منشأته وقدم كثير من اللاعبين حقيقة أكو بعض الأجيال خصوصا اللاحقة ما تعرف تاريخ نادي الصناعة فأتمنى تكون هذه العودة عودة للدور ممتاز وكون يكون يعني فريق منافس لأن بما أنه عند المنشأة عنده خلينا نقول عوامل عند النجاح عنده مؤسسة بها مؤسسة بها فأنا أعتقد على الأخوة من الآن يضعون خطة حتى يعودون الفريق إلى سابق عادت منهم إن شاء الله الموفقية والفرق الأخرى إن شاء الله يعني التأهل أي فريق يعني هو يعتبر إضافة طيب سيد راضي ذكرى 52 لتأسيس نادي الزوراء وأنت عشت سنين طويلة في نادي الزوراء إذا كان كلاعب وكمدرب يعني ما بين الماضي والحاضر شنو اللي يتغير بالزوراء الزوراء شوف يعني أركان الكرة العراقية تقريبا هي كانت أربعة حقيقة <applause> الطلبة والجوية سابقا الطيران والشرطة الآليات والزوراء كان النقل أو السكك <applause> الزوراء الركن أساسي يعني قدم كثير من النجوم يعني لا تذكر الزوراء تذكر تاريخ الكرة العراقية <applause> نوعية اللاعبين اللي قدموها كرة القدم اللي قدمها خصوصا الراحل جورج سلياس اللي كانت هي كرة الحيازة الآن اللي هي موجودة فنادي الزوراء أنا وجهة نظري هو يعني شيء ناصع في خضم وفي داخل تاريخ الكرة العراقية أنا أتشرف طبعا لعبت إلى ناديين عريقين قوة جوية والزوراء لكن أنا أصبحت لاعب يعني وصار الاسم يشار له بالبنان ومثلت المنتخبات الوطنية من خلال نادي الزوراء وبالمناسبه انا رحت اختبار الى نادي الزوراء وعلى احكي لنا هذه القصه يعني. على طول يعني أنا اذكر الراحل علي كاظم الله م. يرحمه ويتغمده برحمته الواسعه وكذلك استاذنا الكبير انور جسام لكن اللي لقطني من الاختبار هو علي كاظم م. اي لان انا كنت لاعب مباراه على ملعب الشاتشي الان اللي عليه كان هو تقريبا ملعب واحد نلعب مع الشرطه فزنا 3-1 لحد ما اتذكر ف... لعبت في اي مركز؟ في انا العب وسط لعب وسط بسط. ارتكاز العب فالمفارقه المضحكه انه انا رحت اختبار بملابس نادي الطيران واختبر بالزورة <applause> ما عندنا ملابس صراحة، هو تعرف كل واحد يلبس دريس سابقا <applause> يعني احنا ندرب ندرب الوان مختلفه زين هذا الادريس من حبك للطيران ما عندي. ولا لو ما عندك ما عندي هي اصلا هي يعني احراج منين يعني جاك هذا الادريس مال الطيران؟ ما لعبت بشوارع طيران ها هي لعبت فرحت <applause> اختبار اختاروني طبعا من ضمن المجموعه صراحه كبيره كانوا <applause> يسوون الاختبارات قبل اسبوعين من بدايه الدوري <applause> فبدات خطواتي الاولى وكان الداعم الحقيقي اللي طبعا هو هو الراحل علي كاظم، يعني حتى كان يكرمني خلف الكواليس، يعني مثل اذا العب زين، تعرف كانت مخصصات 25 دينار <applause> فينطيني مره 10 مره، اتذكر لحد الان آه تحياتنا لابو تيسير، لعبنا مع الموصل لعبت كره كورنر اني، فمجرد لمسها آه ابو تيسير بالجول، خلصت المباراه تكرمت انا آه الوحيد كرمت 40 دينار. <applause> الكورنر هدف صار وفزنا <applause> على الموصل، الموصل فريق صعب كان في ملعب. <applause> في ملعب. في ملعب <applause> <في ملعبة صح. تصفيق> فترعرعت الحقيقة في نص وسط مجموعه رائعه من اللاعبين تتعلم منهم انا قبل يومين كنت اسولف لاحد الاخوان، تعلم من عندهم الاحتراف الحقيقي سابقا كان، يعني ملابسهم تجي مصفطه مرتبه مهندمه وشوف عندهم كره القدم هي يعني زاد يعني <applause> اللي على طول يعني وظيفتهم الحقيقيه طبعا، فبدات انا يعني ثامر يوسف سعد عبد الحميد الله يذكرهم بالخير بالاضافه الى الراحل النوار رائد خليلنا طيب الذكر موجودين والاخ ابو تيسير محسن مجموعه عبد الامير ناجي مجموعه يعني رائعه من اللاعبين بالاضافه للولد الشباب اللي كانوا محمد حمزه محمد جاسم شاهين مم. فبدينا خطواتنا الاولى بس انا اقول لك احنا في فتره معينه الزوراء مر في ظرف صعب يعني وصل الى مرحله ممكن كان نزل درجه ثانيه خصوصا في ظل وجود نادي الرشيد من استقطب كل الانديه مم. فالحمد لله بقى سبحان الله احنا الثمانينات حققنا بطوله الكاس اكثر من مره واخذنا الدوري في ظرف صعب جدا فنادي الزوراء يعني شاف هالمقولة المقوله يمرض ولا يموت في اصعب الظروف تلقاه هو متوهج في اصعب الظروف هل الزوراء مريض لا الزوراء مريض ماديا حتى الجانب المادي انا اعتبره ما راح يصير عامل حاسم بس لكن يجب ان تكون عندك ميزانيه معينه تشتغل على اساسها بس انت ما عندك ميزانيه محدده وتشتغل في ظل ظروف انديه اخرى اكثر منك ماديا ومعروفه فطبعا راح يصراح يعني راح يفرغون اكو بالمناسبه اكو سياسه تفريغ لاعبين يعني وهو طبعا تضع حق النادي اللي عنده امكانيات ماديه حاول قدر فالزوراء في هذا الجانب انا أشوفه الرؤيه اللي نسميها الماليه غير واضح للإدارة فعلى هذا الأساس لا يمكن أن تضع خطة مناسبة تنتشر بها الفريق وهذا طبعا أرجع أن أقول لولا وزارة النقل والسيد الوزير يعني حتى الوزراء السابقين أنا أعتقد لا يمكن أن نادي الزوراء يستمر منافس منافس بالمناسبة يعني الزوراء ممكن يأخذ إمكانيات مادية حالة حال بعض الفرق بس شوف الزوراء على طول يحقق بطولات هذا دليل واضح على ان الجذور والارث والتاريخ والعراقه والاسم له دور كبير طيب انت في بدايه كلامك تحدثت بنقطه مهمه عن الزوراء انه نادي الزوراء دائما ما يصدر يعني كثير من اللاعب النجوم اذا كان للمنتخبات او حتى لباقي الانديه طبعا واذا مرينا على تاريخ الزوراء وعلى اسم الزوراء لازم نمر على اسماء هي يعني كانت وستبقى خالده إلى أبد الآبدين الأسطورة أحمد الراضي الراحل أيضا كان إلى حديث عن الزوراء في فترة ما سألنا عن طبعا هو كابتن الفريق حقق إنجازات وحتى تولى رئاسة هذا النادي أيضا كان إلى كلام بهذه المناسبة طبعا من برنامج خاص من برامج القناة الرياضية ماذا قال عن الزوراء بشيء مختصر نشاهد هو نادي الزوراء يعني هو تقييم الإنجازات اللي حصل عليه لكن تقييم ل يعني اعطاء الكره العراقيه بنجومها وبامكانياتها ويعتبر مدرسه وكان كل معظم اللي برزوا في الثمانينات والتسعينات حتى في الانديه الاخرى هو كان وين قراره واستقراره او بدايته كان من نادي الزوراء يعني مثلا عدنان درجال راح للطلبه هو من نادي الزوراء فلاح حسن عندك حازم جسام حتى اللاعبين اللي راحوا لنادي الشباب في وقتها واللي القوة الجويه راضي شنيش انتقل من نادي الزوراء الى نادي القوه الجويه كلهم هذول هم ابناء الزوراء لكن الرحمة والخلود الكابتن العزيز احمد راضي ذكر هذه النقطه اللي تحدثت عليها كابتن الزوراء يستحق الكثير الزوراء يستحق ملعب هذا الموضوع ايضا طال انتظاره هذا من الاشياء المهمه لنادي بحجم نادي الزوراء يعني برايك هل هل المشكله الحاليه خلينا نتحدث بالسنوات الثلاث الاربع الماضيه هل المشكله ماديه فقط بالنسبه للزوراء الزوراء ما يحتاج شيء غير انه جوانب ماديه حقيقه لان ايش تريد تزيد على نادي الزوراء يعني. نادي الزوراء هو لحد الان رغم الجوانب الماديه ضعيفه بس هو قبله للاعبين اي لاعب يلعب في نادي الزوراء <applause> شوف الاضواء نجومية وشهرة حتى لو منتخبات لأمين. حتى لو ما ينسحب منتخب خلي مم. في نظر الاعتبار مم. يعتبر لاعب معروف لعبتين ثلاثه ينشهر بس لكنه الان احنا دخلنا في عالم الاحتراف مم. عالم الاحتراف اللاعب انا اعطيه حقه يعني هسه اي لاعب يريد يطلع من الزوراء اعطيه حقه لانه اللاعب راس ماله صحته وراس ماله الوقت اللي لعبه يعني كم سنه يلعب مم. خمس سنوات عشر سنوات اذا ما تعرض الاصابه بعد عمر طويل يعني فاذا مو الزوره يوفر الامكانيات الماديه اللي يستطيع ينافس بها الانديه الاخرى، يعني خلينا نذكر بصريح العباره، نذكر الشرطه، نذكر الجويه وبعض الفرق النفطيه. والنموذج الواضح للانتكاسه الماديه هو نادي الطلبه. نادي الطلبه لا يقل شانا عن الانديه الكبيره. الان نادي الطلبه اعطيه ميزانيه ثابته مليارين او مليارين ونص ثلاث مليارات يرجع لك نادي الطلبه القديم. على شرط تكون اداره يعني مرتبه ومحنكه ويخلوا لهم خطه عمل، لان انا اعتقد الجانب المادي عصب. دخلنا في عالم الاحتراف. ممكن تكون اكو خصوصيه لبعض الانديه. لا بس حلوه منك من قلت على شرط اداره مرتبه و... طبعا لانه انت المشكله المال ما تخلي بايادي استاذ استاذ العزيز الاداره فن اداره علم. يعني اكو واحد تنطيه انت مليون وواحد تعطيه مليون شوف هذا ابو المليون شوف شلون ينتج ويثمر والاخر ما ينتج ويثمر انا ما اطعن باي شخص اقول الطلبه لو هنالك ميزانيه ثابته تجيهم سنويا انا وجهه نظري ما يصير بهذا العمل فاذا على المسؤولين يعني حكوميا نخلهم في نظر الاعتبار الرياضه جزء مهم وجانب مهم وشريحه مهمه حتى في عكس صوره تطور البلد مم. فعليهم ان يخلون في نظر الاعتبار ممكن اول ما اجوا ما كانوا يعني يعرفون هذا الاهتمام لكن الان علينا انه وعليهم او يخلون في نظر الاعتبار. هنا انا اذكر موضوع مم. شوف عدم اهميه المسؤول في كره القدم حتى على مستوى المنتخبات يعني مدرب المنتخب انا هسه صار لي تقريبا العب كره قدم من 83 لحد الان امارس لعب وتدريب. مم. مشفت في اليوم اجى مدرب على مستوى جدا عالي وانطوه ميزانيه بحيث ميزانيه احنا نباع نقول شنو هالطيل بس هو راح يخلق لك نقله نوعيه يعني وخصوصا الان احنا موجودين ودول المنطقه تطورت كثيرا في ظل وجود المدربين الاجانب اسيا شرق اسيا تطور كثيرا في ظل وجود المدارس الاوروبيه خصوصا فانا اقول المسؤول انه من ينطي للاتحاد سابقا والان حتى خاف واحد يقول يعني نتبلغ اللي او سوف لا اقول سابقا والان انت من تنطيه 5 مليارات ميزانيه يعني تعادل 4 ملايين دولار تريد يصعد كاس العالم يعني حضرتك هذا سعر مدرب على مستوى عالي ما به فانا اقول عليهم ان يخلون في نظر الاعتبار انه هنالك عقول وهنالك ناس تفهم ممكن نستقطبها ونعطيها خطه عمل نعطيها اربع سنوات من سنوات حتى نقدر نوصل لما وصل مم. اليه الاخرين. طيب، سيد انت بدايتك مع الزوراء كانت بدايه قويه، وبعدها شاهدنا تذبذب في النتائج، وحتى يعني بعض اللاعبين قام حتى بالتدريب ما له رغبه بالتدريب، وانا عندي معلومه انه في احدى المباريات الوديه انت شخصيا بلغت عدد من اللاعبين، المال ما موجود، اللي ما عنده رغبه خليه يروح للبيت، وما راح تكون عليه او ما تطالع اي اي عقوبه يعني. يعني وصل الحال انه الجزء مهم من اللاعب انفقد في هذا الموضوع في بعض الاحيان انت يجب كمدرب تقرا ما يفكر باللاعب اذا انت تكون في معزل واللاعب في معزل او انت تكون في منأى وما تشعر بما يعني يعيش اللاعب من امكانيات سواء ماديه مثل عوز او انا اعتقد راح تفشل فشل ذريع اللاعبين انا وجهه نظري ولا نذكرها ولا نذكرها قدامهم هم كان ركن اساسي في بقاء الفريق في هذا المركز <applause> لان كثير من خلينا نقول اللاعبين او الانديه وكانت امكانيات ماديه عندهم جيده مجرد انه تاخر عليهم النادي فتره زمنيه يعني ما اقول صار عصيان تدريب ماكو ومن حقه طبعا هو اللاعب يقدر بالمناسبه يقعد بيته يرفع قضيه وتنتهي فانا اعتقد اللاعبين لكن انا في بعض الاحيان اريد اوصل فكره للاعب انه انا معك انا معك في هذا الجو لكنه حاول تتقدر وضع النادي النادي هو تابع لمؤسسة تابع لمؤسسة والمؤسسة ما قاعد مثلا أنا الدعمة فأنا ما أقدر أسوي لك شيء والإدارة إذا تحب تقعد أقعد وحقك مضمون أنا مع اللاعب على طول بس بالحق يعني ما راح أجامل اللاعب على حساب الإدارة أو على حساب المهنية لا مستحيل لكنه اللاعب الآن الحين عندنا لاعبين يعني 40% ماخذين ما من عقودهم وباقي 60% أو 55% وباقي خمس لعبات وباقي خمس مباريات انت او اني كيف تفكر كيف تتعامل مع اللاعب هاي اصعب شيء الان بس انا صراحه يعني مو القبعه اقدر واقيم ما يقوم به اللاعبين لهذه الفتره من تركيز قد الان تكلمت بجزئيه هم افتهموها بس هم الجمهور بتب... ما فاهم هذه الجزئيه صح؟ الجمهور اكو بهم فاهمه يعني اكو ناس تتصل بينا ونعرفهم فقلت له انت بما انه موقع عقد فانت حقق مضمون كمل العمل مالتك ولكل حادث حديث الإدارة إن شاء الله ما يقصرون والوزارة نفس الشيء أنا أعتقد في اللقاءات الأخيرة أنه بدأت أنه يعني خلينا نقول تشير أنه هنالك بعض الأموال فأعتقد أنه ممكن الأزمة تحل في فترة قصيرة إن شاء الله طيب سيد أنا عندي معلومة ثانية وتبقى أنت تأكدها ولا تنفيها رغم أنه هي معلومة خاصة بصراحة وأنا دائما أعرف أنه بعض الأشياء الخاصة أنت ما تحب تتكلم بها معلومة أنه الدفعة الأولى من عقدك انت رفضت تستلمه وبلغت الاداره انه اكو ناس اولى في النادي اللي هم الموظفين والاداريين سلموها لهم انا اموري بعدين وياكم والله انا شفيت يمكن مو بس انا اسويها يعني ناس تسوي اكثر من ذلك انا اول يعني بدايتي مم. وزعوا دفع مم. فانا عندي معلومه انه اداريين وبعض المدربين صار من فتره زمنيه طويله فانا ارتيت للنادي قلت لهم انا بالنسبه لي هسه ما محتاج استوى الجاي فوزعوا هذه الشيك وصك وجعوا للاخوه بالمناسبه شوف حتى اكون صادق بالطرح بعد أربعة اشهر او ثلاثة اشهر من انطوني انطوني نفس الصك هاي حتى للناس اللي اخذوا الرواتب مم. حتى ما اريد اصير بطل في المانيا نفس الصك اللي هم من جي اريليا كان بالشهر الثاني او الثالث انطوني يعني هو الصك مالت كان مضموم بس زي انا صراحه انا ما اخذتها فهم وزعوا من يمهم مه ناس وزعوا بقى هذا الصك بعد فتره زمنيه ممكن يكون عندك مثلا انت اموال ويعطوك فانا شفتها نوع من المواساة الموجودين يعني ما معقول خوفهم لا اصعب شوي اي طبعا لازم صعبه جدا لحد الان بالمناسبه يعني انا هم قعدت مع الاداره مره مرتين هم نفس الشيء هم يشعرون بالمعاناه لكنه اليد غير مبسوطه صراحه طيب سيد اه خلينا نحكي شوي فني بعيدا عن المال وانت نعم صريح يعني نتحدث عن جودة لاعبي الزوراء قياسا خلينا نقول بالشرطة والقوة الجوية كجودة لاعبين ما ممكن انه تنافس على الدوري رغم انه ليش. انت بعض الامور انت ما فيها يقول لك انه سيد راضي ما اسس الفريق هو ما استلم جاء في مرحلة ما في المرحلة الثانية انا اول شيء بالنسبة لنوعية اللاعبين اعتقد ماكو لاعب الان موجود في نادي الزوراء ما يستحق يلعب في نادي الزوراء لكن هي عملية التوازن يعني انا جيت قلت لهم حكيت اللاعبين قلت لهم اوكي لاعبين في مركز واحد لازم كل يلعبون هم اربعه لازم العبهم هو هذا مو ذنبك يعني اي لا لا انا قصدي وحتى الكابتن باسم قاسم ممكن الظروف اضطرته انه يستعجل في شنو استقطاب اللاعبين لان الدوري يعني صراحه 35 يوم اعتقد انطوا وبدا الدوري فصارت العمليه سريعه بالاضافه للجانب الاخر احنا نتكلم صار نص ساعه علي, من على الجانب المادي الجانب المادي مم. ما موجود حتى انا اقدر مثلا اختار بعض اللاعبين، فانا اقول اللاعبين اكو جزء منهم هم موجود اصلا بالنادي مم. والاضافات. الان الموجودين انا اقول كلهم يستحقون لعبوا النادي الزوراء لكن تقول لي اكو تنويع؟ لا ما اكو تنويع. هو خلينا ال... نقول عليه الركن الاساسي اللي مخلي في بعض الأحي... الاحيان مم. الاداء نوعا ما رتيب مم. هو نوعيه اللاعبين هي كلها نوعيه واحده، مم. فكان المفروض احنا يعني ستة مثلا اذا تجي مثلا الجويه مه. انا جبت جزء من لاعبي الجويه نوعيات مختلفه عن الموجودين وهذا هذا هذا خلفك يقال هذا الموضوع نوعيات مختلفه لاعبين يعني جو... جواع لعب مه. ولاعبين موهوبين لاعبين شباب صغار فانا اقول لاعبين الزوراء جزء من عندهم عند الوفاء وعند الجذور في النادي صراحه مه. قاعد يقدمون يحاولون قدر الامكان وجزء من عندهم استقطب الكادر التدريبي السابق على حسب الامكانيات وعلى حسب الفرص مم. لان انا اسالك سؤال اذا اريد مم. اجيب لاعب مثل بسام شاكر مم. او محمد داود منطرح علي الموضوع هذا فتره الانتقالات كابتن هذول اللاعبين قلت لهم ما عند النادي يعني لازم تعطي نادي النفط مبلغ ولازم تنطي للاعب مبلغ مبلغ ماكو فاذا انا اقول الاختيارات اللي صارت مع الاخ باسم قاسم والاداره هي صارت اختيارات واقع حال مم. هم اكو لاعبين موجودين حسب الحاجة جابوا لاعبين وعندهم بطولة سوى وعدهم بطولة آسيوية يحاولون يرتبون الفريق. فأتمنى طبعاً على الأخوة بالإدارة إنه الموسم المقبل لا يكون نفس هذا الموسم. ليش؟ عندك يعني وقت كون إيه لا لا كون عندك إمكانيات مادية أنت الآن مطلوب. الآن مطلوب؟ مطلوب أنت اللاعبين ذولا زين جزء من اللاعبين احتمال يطلعون. أنا أتوقع يعني. اللاعبين الآن تدري تتوقع لو حاس أنا أش إنه خلص وصلت لقناعة الان 80% من لاعبي الزوراء مقيم سنه واحده 80% اللاعب في بعض الاحيان يقول لك انا مثل قدمت كثير لنادي الزوراء تجيني فرصه اذا فرصه مع نادي اخر وامكانيات ماديه ممكن اطلع فلا احنا عندنا الامكانيات الماديه اللي نستطيع نبقي اللاعب اللي يريده احنا واللي هو يريد يبقى مم. ولا انت عندك لا فلوس تقدر تجيب لاعبين اخرين فانا مم. اعتقد الموسم الجاي راح يصير صعب خصوصا في بدايته هذه وديني لسؤال وانت الصريح والجمهور هم يريد يعرف سيد راضي باقي مع الزوراء الموسم القادم والله انا شرف بنادي الزوراء يعني يمكن انا قلتها في نادي القوه الجويه وحتى في نادي الطلب الفرق الجماهيريه الزوراء انا مو بطبعي انتقل يعني اتنقل ما احب اتنقل شوفني انا ما طلعت من نفط الوسط ما اشتغل قعدت لان اشوفها مو حلوه بحق المدرب انه يتحول وحتى كانت عندي يعني خلينا نقول خطه عمل في نفط الوسط انه ابقى ثلاث سنوات او اربع سنوات ممكن كان تاتي باكلها لكن المهم يعني صار الظروف فالزوراء اذا صار اتفاق مع الاداره يعني أنا هم عندي بعض النقاط صراحه م. اذا هذا الموسم يعني ممكن يمشي وتكون معذور الموسم القادم لا يوجد عذر، انت قبل شويه بالتقرير مالتك قلت الزوراء صارت كم سنه ما محقق بطوله. مثل ريال مدريد. سنة فاتت ريال مدريد وبرشلونة ما أخذوا دوري. والقادم يخوف. السنة الجاية هم لو برشلونة ريال مدريد ما ياخذ دوري، فراح يصير يعني قيامة عليهم. فالزوراء لا يمكن أن يبتعد أكثر من سنتين أو ثلاثة عن منصة التتويج، أنا أكون أمير لكن أنت لا يمكن أن تلقي المسؤولية فقط على المدرب، مثل الآن احنا كلنا نتكلم على كاتلتش، وهو واقع حال المنتخب الوطني. للوضع العام بالنسبه للكره العراقيه فنادي الزوراء ركن اساسي مم. تاريخ عريق الموسم المقبل انا اعتقد هو موسم مختلف يجب ان يكون بكل تفاصيله خلينا نختصرها سيد راضي يبقى او قد يستمر بشروط وهذه الشروط لازم من الطرفين تكون متكاملة حاله طبيعيه هي مو شروط بقدر ما هي مقدم متطلبات مقدمات خليه. العمل أو متطلبات العمل مم. متطلبات النجاح ليس الا زين عندنا سؤال من زميل لك أو وتكلموا به يعني اكثر من مره او اكثر من من شخص بهذا الموضوع خلينا نشوف السؤال يعني ما معروف عن الكابتن راضي انه اكثر من فريق قام بتجهيزه وتهيئته بشكل امثل لغمار الدوري لكن نجد ان الكابتن ترك هذه المهمه للغير في اللحظات الاخيره اعتقد هذا سبب ممكن ان يوضح الكابتن بشكل عام للجماهير الرياضيه. شكرا جزيلا للكابتن صالح حميد واعتقد السؤال واضح سيد يقول لك مثلا انت توقع مع نادي قد تتفق معاه ثلاث سنوات او سنتين تاسس الفريق وما تستمر مع الفريق يمكن صار معاك في القوه الجويه ونفط الوسط هو فقط في القوه الجويه مع نفط تحيات الوسط تحياتي للأخبار للاخ لا نفط الوسط مختلف جدا لا بالعكس أه، ما اريد ادخل في متاهات نفط الوسط لكنه يعني هي صارت حاله انا ما تركت اللي يبني بيت بالنجف اذا يترك انا باني بيت بالنجف <applause> يعني بيت بنيت بالنجف يعني شبه حتى مستقر. حتى انقل عائلتي وعلى. شبه مستقر فصارت <applause> ايه صارت ظروف لكن القوه الجويه انا صار لي عندي ظرف يعني انا خوب تركت بطوله اسيا <applause> احنا وصلنا يعني نلعب مباراة ونصعد نهائي بقى لك مباراتين يعني مباراتين يعني, يعني حمادي تحياتي لاخوي العزيز قال لحجي احنا اصعب شيء عندنا التصفيات احنا ماخذين البطولة قلت له والله اعرف لان الفرق الفوق كلها ضعيفه اللي نصعد انا عندي احد الاولاد علي سادس اعدادي تعرف <applause> الاولاد خلصوا اغلب المدارس مالتهم بقطر صعبه يبقى يستمر هنا ما يقدر يجتاز السادس <applause> الاعدادي فحقيقه اذا ما راح انتقل يعني انا ضحيت في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي حتى تسجل باسمي ولاوني هم المدربين نفسهم كابتن هم يدرون طبعا ترى بعدين ان شاء الله تدرون فعلى هذا الاساس انا تركت نادي القوة الجويه يعني يعني على مود ابنك يكمل؟ يكمل رحت انا القطر قمت سنه كامله انا هناك على هذا الاساس ودوا علي نادي نفط الوسط بعدين مم. فرحت هناك على مود يكمل دراسه لان دراسه مختلفه جدا يعني هنا المواد تختلف عن هناك فهذا السبب رئيسي خلاني اترك ما معقوله اني استقطب لاعبين على مستوى جدا عالي، فريق القوة الجوية ترى فريق بطولات يعني آه هذا الفريق هو وحده يلعب، بحكي لك صراحة مجرد انه انت تقود الفريق توصل لمرحلة وتختار اللاعبين توظفهم يمشي راح يزعل من عليك ايوب من, من افضل اللاعبين الموجودين راح يزعل عليك ايوب ليش بس من تقول هو الواحدة يمشي انا اقول لك اكو فرق تمشي وحدها مجرد المدرب يلقي بشخصيته مدرب كابتن تحياتنا له لو ما لاقي بشخصيته عليهم يعني فارضها مستحيل الفريق يمشي لا انا اقول اللاعبين هم الادوات هم اللي يخلقون الفارق يعني انت ذاك خافز على ايوب جوارديولا قالوا انت احسن مدرب العالم قال انا عندي احسن لاعبين بالعالم عكس المعادله حتى اعكس لك اياها يعني اللاعبين هم المحك زين سيد أه قد يشكل عليك في موضوع وهذا الحديث اكيد التسامع قضيه الاختيارات بالنسبه للاعبين المحترفين يقول لك ما شكله اي اضافه صحيح. لنادي الزوراء صحيح انا معاهم لا اللاعبين المحترفين تحتاج ميزانيه بحد ذاتها نرجع لمن؟ <applause> <شاعد> الفلوس الفلوس <applause> انا جيت في فتره و وح... يعني باعت على الفريق شاهدت قعدت ويا الشباب المدربين يا بش نحتاج قالوا نحتاج <applause> لاعبين على اطراف لان ما عندنا لاعبين على اطراف مهاجمين <applause> ما عندنا مشكله الجانب الثاني انت عندك بطوله اسيا حتى يكون عندك خلينا نقول الزاد البشري والتنوع تنوع بالعمل يعني تنوع بال باللاعبين فاختارنا لاعبين صراحه اختيار يعني على قد الامكانيات انا اعتقد اللاعب اللي اختارنا الشيخ ما كان يعني صفقه اصلا يعني كانت شيخ احمد اللي غادر اي خسرانه بكل تفاصيلها بس عبدالله الله انا اعتقد خوش لاعب انا هاي وجهه نظري عماد محسن عماد عماد, آه عماد يعني عماد لحد انا ما أعطيه فرصته يجب ان اعطيه فرصه كامله في بعض الاحيان الاستقرار هم تحتاجه بس انت من تجيب ادوات الان هسه في الجويه وفي الشرطه اكو بعض اللاعبين ما يشتركون كل مره يعني ما يشتركون باستمرار مو معناهم لاعبين غير جيدين انت سالتني عن المحترفين عبد الله سيدي اذا واحد يتذكر الحسن حبيب بدايته هم كانت ذيك البدايه <applause> لاعبين الموريتانيين اشعر بهم عندهم خجل اكثر من اللازم <applause> فانا بغيت اتكلم وياه قلت له يا ترى احنا نخجل والله ما نخجل احنا لكن في داخل الساحه نقاتل لان هي مثل معركه بس معركه بقانون فانا اعتقد عبد الله سيدو ممكن اذا يستمر ممكن يكون منتج اكثر يراد لكم واحد مثل بابا موسى هيك ونسى وشقى وسوالف وما يخاف والله احنا عندنا انت ترى الزراء مو يعني تشوفهم كلش لا، احنا هم اعطيهم الحريه، وشوفك وشقى وضحك ومزع بس هو مو على طول كل شيء صوره زين آه جبت طارق جبنا طارق ايوب اوديشو فتره ما في الكلاسيكو صار ما بيناتكم شيء بعد زعلان ولا انتهى كل شيء يعني؟ لا انا ما عندي شيء، انا بس آه حكيت ويا علي ما حكيت ويا على صغير <applause> ايه هو كان واقف يمي ما حكيت وياه بس انا صراحة شو شو اللي صار؟ انا لا انا قلت لهم كره القدم اخلاق قبل اللعب. انا اقول اذا اي لاعب <applause> يسيء الادب ويتجاوز <applause> صراحه هاي تنحسب علي انا وتنحسب على الكادر وتنحسب على الجميع. <applause> في مباراتنا مع الجويه ما كان الوضع طبيعي، يعني انا لحد الان الوضع غير طبيعي. يعني انت تريد تقنعني مثلا شغلت مثلا ابراهيم بايش ويا ضرغام الدفع اللي كان كان ممكن يتعرض لعاهه ضرغام حاله طبيعيه يعني شلون انا اتوصل بي الحد ادفع لاعب هو كابتن مالتي ضرغام لاعب كبير يعتبر بالمنتخب الوطني وبعد يومين ثلاثه كانوا يروحون وين؟ يروحون للمنتخب الوطني يعني فانا اقول انا تكلمت تكلمت بحق وهسه لا كره القدم اخلاق منافسه شريفه قبل كل شيء زين تعرضت لاول حاله طرد لك كمدرب في مسيرتك وانت كلاعب مره واحده بحياتك مطرود صح مرت الثانيه كانت هيك مباراه وديه تحدثنا بها هم تاثرت نادم على تصرفك او لا على بس لا بس ما كنت استحق شوف انا ثاني يوم كلمت اللاعبين قلت لهم كانوا متنرفزين وبصراحه بين الشوطين لو تشوف انا شو متكلم ويا اللاعبين يعني قبل ما يصير الحاله تتفاجئ يعني بس اللي اثر على حكم المباراه اللي هو كان بصوره جيده جدا هسه تتفاجئ منو كان اثر عليه؟ اثر عليه الحكام اللي ورا المرمى هذا الحكم لغى الهدف وهدف ما بيشي وحسين الهدف الثالث والورا اللي هو سلام جمعه اللي طرد منه طرد المدرب اللياقه وحسين زين <applause> تركي زين انتم المفروض تكون اهدى ثلاثه بس <applause> هي مباراه مشدوده تعرف <applause> شرطة وال... والزوراء وبها تاتش وبها يعني خلينا نقول عليها <applause> آه يعني كان المركز هذا المركز لازم اليوم ينفصل <applause> فانا اعتقد الثلاثه اللي برا كانوا نوعا ما اثروا على وضع بس انا ما مسيت له حسين <applause> بس هو صراحه حتى قالوا له طبيعتك انت كلامك يعني يعني شلون تتكلم كأنه ما ويا ناس اصغر من عندك، المفروض يكون كلام شنو؟ هادئ، انت ما عندك شيء، انت لا خسران، لا مضغوط، انت ايش ليش يعني مضغوط شوي؟ فانا اعتقد اللي خلصت المباراه رحت انا اعتذرت منعتهم مباشره م. انا ورا المباراه اعتذرت منعتهم، ليش؟ لانه الجميع يعرف ويجب ان يكون طبعا قدوه للكل. لانه اذا شاهدوا اللاعبين شاهدوا المدرب ينطرد او الاداري ينطرد انا ضد هاي الصراحه الحاله ابدا يعني مو معاها ابدا. طيب سيد قبل ايام كان لك تصريح هذا التصريح ايضا يعني كان فيه تحفظات كثيره كانت ردود افعال عليك على سبب هذا التصريح، تصريح اللي كان عن المدرب المحلي ضعيف الشخصيه، ضعيف فنيا. البعض رد عليك والبعض الى الان متحفظ وبالتالي السيد راضي هل خانك التعبير ام انه موقف ثابت بهذا بهذا التصريح يعني او بهذا الراي يعني ما قلت يعني فقط ضعيف الشخصيه انا عد كلامي راح عيد لك اليوم جزء فتشي او اوسع انا ما اتحسس من اي زميل ولا في اليوم مسيت زميل يعني خلينا نقول صريح العباره اتكلم مم. الان على حضرتك استاذ هشام اقول هذا الاخ او هذا المدرب غير جيد وما يستحق مم. مستحيل مم. طبعا كثير من الناس طعنت بينا هذه الفتره انا تكلمت قلت لماذا التحسس من المدرب الاجنبي آه. مدربنا اخذ فرصته انا اليوم راح اتكلم بما فيهم انت بما فيهم اني انا اخذت فرصتي كمدرب وطني مدرب اولمبي مم. كابتن يحيى تحياتنا له نفس الشيء كابتن غني نفس الشيء كابتن حكيم شاكر نفس الشيء بعد وعدد وياي المدربين كابتن اللي اللي باسم اللي أخل. ايضا كابتن باسم المهم كابتن حتى كابتن ايوب دربنا انا دربنا على مستوى منتخب زين هل نحن افضل من جميع الدول العربيه والخليجيه والاسيويه اللي يعني غادرت المحلي يعني لا لا يعني ما نستعين بالمدرب ما يستعينون بالمدرب الاجنبي بالمناسبه الان جميع الدول المتطوره اكثر من عندنا اكثر من عندنا متطوره وان شاء الله المستقبل يكشف ذلك انا ما يعني اسئت للمدرب بقدر ما اقول مصلحه الكره العراقيه الان مصلحتنا الان نجيب مدرب منتخب وطني على مستوى عالي ومدرب منتخب اولمبي على مستوى عالي هسه مثلا واحد يقول لك انت تكلم عن نفسك انت فشلت صحيح فشلت انا مثل مع المنتخب الوطني بس احنا لحد الان نتكلم رابع اثنين ما تتكلمون به انتم ما تفتخرون به؟ من المدرب كان؟ عدنان حمد زين ليش ما حد يذكر رابع اسيا؟ وما حد يفتخر به وماكو مدرب عراقي حقق رابع اسيا. انا اتكلم الان حقيقه لانه المدرب المحلي متقوقع المدرب اعطينا مدرب محلي مع جل احترام وتقدير لهم. الان اكو تخصص انطينا مدرب محلي طبعا المناسبة مدربينا الان بدأوا يقتنعون بمدرب اللياقه <applause> شوف انا راح اتكلم لك واحدة وحده وخلي يزعلون انا اتكلم على كره قدم عراقيه شلون نطورها <applause> زين هل من المعقول انا ما اقتنع بمدرب اللياقه <applause> الان تحليل استشاره عند تلاحظون هسه تطلع بطوله هاي اليورو شوف بالاضافه للناس فوق مدربي حراس مرمى اثنين مدرب اللياقه اثنين تقطيع كل لاعب الى تخصص بالمراكز واحنا باقي بس المدرب الاوحد ويدون يعني انا اقول المدرب المحلي جيد لا انا ما اقول المدرب المحلي المدرب المحلي فقط يوقع عقد هو محترف قل <applause> لي انا قبل اربع ايام كنت اتكلم مع احد المدربين الكبار بالمناسبه انا اشتغل مدربين كبار على طول اجيب مدربين كبار وياي طول لان استفيد ما ما تحسس من عتب تناقشت أمي قال لي كلامك كله صح كابتن قال ودي على ذلك ما لكم مدرب يخلي برنامج أغلبهم والكارثة الأخرى الأندية ما تطالب بهذه, بهذه البرامج مم. فأنا من أقول المدرب المحلي غير جيد مم. أنا جزء من عدة المدرب أنا الآن عدنان حمد يدرب منتخب الأردن إذا مم. نجح عدنان حمد من ينجح مدرب المحلي ندرب العراقي, العراقي. إيه؟ كنت ألعب خارج العراق ألعب ألعب أقاتل في سبيل يقولون اللاعب العراقي جيد رح تدربت بقطر حتى المدرب العراقي مه. الان لماذا لا يوجد مدربين على في كثير من الدول العربية عراقيين سؤال مه. مه. لان الدول الاخرى بدات تتطور كثيرا ونحن نتراجع اكون صريح معك صعب حتى احتراف المدرب العراقي ما كوين. حتى بالدول طيني القريبه أطيني احنا كنا موجودين بالاردن واليمن ولبنان آه والامارات وال... و... والامارات وقطر اعطيني بالمناسبه اكو مدربين يشتغلوا فقط فئات عمريه مم. حتى لا يزايدون انا وإل... اتكلم والى هذه اللحظه والى آه... هذه اللحظه وماكو مشكله العمل الفئات العمريه ليس ليس بالشيء السهل والهين لان هو الاساس وهذول الل... هؤلاء المدربين يحتاجهم يجون هنا حتى يقدرون فانا ما عندي شويه المدرب المحلي، المدرب المحلي هو لي مراه يعني اذا ينجح انا انجح بس انا ما جامد اتكلم معك ما من سقط المدرب المحلي؟ نفس المدرب المحلي مم. منو طلع مظاهرات على المدرب المحلي؟ نفسه هو نفسه المدرب المحلي. منو سوى أول معارضه اول ما مد... اول ما استلم الاخ باسم قاسم مباشره طحوا علي هسه ما معقوله هسه انا اقول لماذا هذا التحسس من المدرب؟ فانا شنو قصدي بالموضوع؟ اقول صراحه حزت بنفسي هذا المدرب الاولمبي قالوا م. لي ما مستقبلينه ها. يعني بعض ال... بالمناسبه هات... انت سبقتني بهذا السؤال وانا محضر لك صوره وسؤال لهذا الموضوع. لانه هو الرجل من اجى خلال جدول عمل انه انا زور الزوراء وزور الطلبه وثاني يوم كان مفكر يزور القوة الجويه والشرطه نزلت الصور الكابتن راضي استقبله مع فيديو بسيط ودار بيناتكم حوار بالمقابل مدرب الطلبه الاخ ثائر جسام هذه الصوره اللي كانت اثناء اللقاء اللي وصلنا انه الكابتن ثائر جسام ما استقبل المدرب وحتى ما سلم عليه يعني كيف توصف هذا الموضوع أنا هذا المدرب ما جاي غصبا عليه ولا غصبا على الاتحاد الاتحاد هو اختاره ممكن يضيف لنا فتشي أنا أقول الـ الـ هذا الجانب خليه هذا كل واحد خاص <applause> به يستقبله قاعد يجيب له شاي هذا كل واحد خاص به بس أنا أقول المدرب الأجنبي البيئة اللي عايش بيها أنا هاي وجهة نظري أفضل <applause> أفضل خبرة مالته أفضل هسه مو الكل مو الكل انا معك بس ما اعتقد اتحاد او يعني نادي يستقطب مدرب على المنتخب الاولمبي اللي هو ركن اساسي للمنتخب الوطني ويكون مدرب يعني خلينا نقول عليه غير جيد طيب مستحيل أخ... بس تسمح لك انا مم. انا اقول احنا معلوماتنا محترقه خلي يزعلون اللاعب العراقي تعود على المعلومه نفسه <applause> يوم مو انا سوفوني لاعبين يومي احماء وتقسيمه لا أكو... مدرب اللياقه ما تعطونه مجال تعطونه <applause> ربع ساعه وتقول له روح اقعد هناك حتى لو مدرب اجنبي هم يقعدوا انت ايش تحسس أن مدرب اجنبي ممكن يخدم الكره العراقيه ممكن يختار بدون ضغط حزبي ولا حس طائفي ولا, ولا تدخلات رئيس اتحاد ولا هو نفسه يباوع راضي شافه زين ماخذه استاذ هشام وهكذا انا هذا اللي انا اريده الاجنبي ما يعرف غير نجاحه هو فقط ما يدور نجاح الحزب والجهه الاخرى هو ينجح وبعدين تقدر تحاسبه ثاني هو جاي سنه واحده أه. انطيه أه. بقينا خمس سنوات اربع سنوات ثلاث سنوات دربنا ما مجال ماكو مشكله طيب هو الان يعني الحديث غدا التطبيعيه تقدم جون ويتل المدير الفني من خلال مؤتمر صحفي سكوب على الاولمبي وجار البحث عن مدرب اجنبي للمنتخب الوطني يعني حسب اخر الاخبار فبالتالي انت مع هذه الخطوات مع المدرب أنا, انا مع الخطوات بس لكن ليس خطوات عشوائيه صراحه لك اياها حسين صار لنا ساعه نتكلم كابتن سامي حكى على المدرسه الاسبانيه وحكى على المدرسه الفرنسيه انا شو اقول اقول يجب على الاتحاد هي فكره قديمه مم. انه عليه انه يجيب آه خلينا نقول عليهم من المدير الفني الى المنتخب الوطني مم. الى الاولمبي اللي كل درجات يعني مدربين مع <applause> من منسجمين مع بعض ليش احنا نقول من مدرسه واحده حتى يكونون منسجمين مع بعض ممكن الرؤى تختلف لان تعرف هذا انجليزي <applause> هذا ابو <الأبل> التشيك <الأبل> <applause> <الـ تصفيق> وهذا <الكتنش> من <applause> سلوفينيا سلوفينيا ويجوا غير مدرب ممكن يصير هنا نوع من الاختلاف <applause> بالرؤى بالاسلوب المدارس تختلف فكنت اتمنى انه تكون المدرسه واحده <applause> وهذه التجارب طبعا سوتها دول ونجحت بها طيب سيد خلينا نستغل الوقت باقي لي خمس دقائق اسالك بمحورين مهمات منتخب الشباب كمشاركه في هذه البطوله كيف تقيمها وايضا رافقتها هذه الجدليه اللي اصبحت مرافقه لكل المنتخبات نتحدث عن المغتربين هذا سحبوه هذا جابوه هذا طلع هذا ما كذا فبالتالي كمنتخب شباب كيف تصف هذه التجربه وبالنسبه للاعبين المغتربين واحنا ضد هذه التسميه طبعا أه، انت ايضا كان لك تعامل معاهم يعني تحس شو وين الخلل بهذا الموضوع؟ انا كنت اتمنى ما يشاركون في هذه البطوله الشباب اي أيوة والله لان الفتره الزمنيه جدا قليله قصيره لا يمكن ان تعمل فريق تشارك في بطوله بطوله كاس العرب ترى بطوله مستواها عالي يعني اقوى من البطوله الاسيويه خلي بالك فكنت اتمنى ياخذ الكادر التدريبي فترته كافيه كتدريب يعني كتراكم خبرات تدريبيه بحيث اللاعبين كلهم لاعبين شباب وكل ما أخذهم حتى من فئات الشباب وكذلك يعطي فرصه للمغتربين يعني من يصل عندك سقف زمني ثلاثة اشهر أربعة اشهر ستة اشهر يكون عندك وقت كافي لاختيار اللاعبين واختبارات حتى تقدر ما ضغطه يعني حتى ما دل... ضغطه الان انت تأخذ مباشره في ظرف يعني خلينا نقول عليها يعني اعتقد ثلاث اسابيع يعني 25 م. يوم قالوا تقريبا وبعدين تروح تدخل بطولة بطولة مستواها يعني فرق أنا أعتقد فرق معدة إعداد منذ فترة فأنا أقول إذا أريد نتعامل ويا المغتربين نتعامل من هاي الفئات فئة الناشئين والشباب ممكن لك. تسهل علينا بوجود المدرب الأجنبي هذه القضية قضية التواصل والتعامل واللغة والكذا والكذا مدرب أجنبي؟ اي إذا أجل أجنبي ممكن تسهل علينا هذه العملية؟ مو <applause> مو شرط لا مو شرط انا اعتقد التدريب يعني مستوى يعني لا تنظر لا تنظر للغه ولا <applause> تنظر للهويه انظر للمدرب نفسه <applause> شنو امكانياته فممكن المغترب يرتاح نفسيا مع الاجنبي <applause> لان يجوز احنا ما نعرف نتعامل معه صح لان صراحه احنا احنا في بعض الاحيان نقول هو بيئه خاصه هو شنو بيئه خاصه على العين راح سوى جيديو يعني جاء اسبوع 10 ايام اسبوعين ويروح، إذا توفرت الأجواء المثالية مال كرة القدم، مال الفريق تنتهي العملية. علينا أن نختار من الفئات العمرية للمغتربين حتى من يوصل للمنتخب الوطني الصورة واضحة، يعني التقييم واضح، ما أجيبه مباشرة للمنتخب الوطني وبعدين ممكن يعني يكون أتوقع هذا مستقر. الرد الفعل وهذه الصدمة بالضبط أه. طيب، سيد باتشر تنطلق الجولة 34 من دورينا ما ظل شيء على الختام، كل الأنظار راح تكون على مباراة الشرطة والقوة الجوية هل تعتقد أنه هذه المباراة هي الحاسمة بالنسبة للدوري أو تحدد معالم بطل الدوري تعرف المستويات الفريقين فارق النقاط وكل هذه الحيثيات إذا يفوز القوة الجوية يصير فارق بعد خلاص ممكن مباراة وراها تعادل يحتاج أربع نقاط فقط. إيه ممكن مباراة تعادل وراها يأخذ لكن إذا تلك تعادل أو خسارة يحتاج مباراتين يعني. فهي أنا توقعت يعني آخر أنت شلون تقرأ هذه المباراة؟ اتوقع تعادل رايح للتعادل اتوقع يعني اتوقع ولو المباراه صعبه على الفريقين مهي. وعلى المدربين وبعد تعادل الجويه مع اربيل مهي. مطلوب من عنده ما يخسر نقاط بعد لان يعني تعرف اذا يخسر ممكن هنا يختل التوازن لكن مباريات نتوقع سهله هي مو سهله لان يلعبون مع فرق مهدده بالهبوط فهنا المشكله فانا اعتقد وجهه نظري اذا الجويه ليش اقول لك تعادل؟ اذا ما يفوز بس ما يخسر وخصوصا مع الفريق المنافس النفس. المباشر أي. طيب صراع القاع ايضا مشتعل حدود سماوه الطلبه اكو فرق قريبه ايضا تحدد صناعات والديوانيه برايك هل انحسمت بنسبه كبيره الهابطين والله طبعا الفريقين الاخيرة تقريبا حظوظهم صعبه شويه صعبه انا حدود سماوه بس انا عندي ملاحظه انت ذكرتني اتمنى انه خصوصا اخر ثلاث مباريات الفرق اللي تتنافس يعني مثلاً إحنا والنجف والشرطة يجب أن نلعب في وقت واحد الفرق التحت اللي موجودة هي اللي ممكن معرضة للهبوط يعني؟ أي أنا أتمنى أن تلعب في وقت واحد وقت واحد وتنقل وتنقل تلفزيوني أنا حتى أبتعد عن الشبهات وأبتعد عن القيل والقال لأن أنا أعتقد هذا الموسم موسم أنا أعتبره موسم جيد بالنسبة لل. تطبيعية ها حتى تكون نهايته مشرفه وبعيد عن <صفيق> الشبهات طيب وصلنا الى ختام ال... الوقت الاضافي شكرا جزيلا للكابتن راد دائما لقاءاتك مثمره ونراك بهذه الصراحه وهذه الثقافه ان شاء الله بارك الله وايضا بارك لك من جديد تاسيس نادي الزوراء الله يسلمك شكرا لك وان شاء الله نلتقي في مناسبات قادمه وايضا مشاهدينا الكرام في الختام دعونا نقدم الشكر للاخوان يحيى محمد مصور نادي الزوراء والاخ عبد الرحمن رشيد مدير المكتب الاعلامي لنادي الزوراء تعاونهم الكبير في كل المواد التلفزيونيه وكل الاخبار شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام انتهى الوقت الاضافي لهذا اليوم غدا ان شاء الله نلتقيكم ووقت اضافي جديد إلى اللقاء